بدينا مع ترسيلة أحبك ربي لنزار فارس. نزار فارس، نكمل هاللقاء الصباحي معكم يلي مستمر لحوالي الساعة 12 بواحد آب عيد الجيش، وكنا سوا بيكون عنا وقفة بهالنهار، وقفة لهالأشخاص يلي عم بيكون دورهم هو رسالة خدمة الوطن. يمكن أنا حبيت أتوقف بهالنهار مع شخص كمان كان عنده اختبار مع الجيش، ويمكن كمل هالاختبار وكمل هالرسالة بحياته الفنية ومواهب اللي ربنا عطاه بالشعر واللحن. بسني رحب بالفنان ياسر لبكي اللي هو شعر ولحن. صباح النور أستاذي. صباح النور أني سماجي من شاشة تريميير. بهالنهار بالذات عيد الجيش، عيد الوطن كله، مثل ما عنوان بإحدى قصائدي كلنا جيشك يا وطن. من حي المؤسسة العسكرية، هي مؤسسة الوطنية الأولى، ومن عيد الجيش بعيده لأنه من حقه يكون له عيد، ونقول له الله قويك ويخلي لنا إياك والله معك. أنا بحب بالبداية كمان أعرف عنك أستاذ ياسر، أنك عضو مجلس إدارة لجنة تخطيط عملية الشرق، وعضو نقابة الفنانين المحترفين، كمان عضو جمعية المؤلفين الملحنين، وعضو في ساسم دولية، وعضو برهبنة مار فرانسيس الثالثة للعلمانيين، حائز على عدة جوائز من البركة الرسولية من قداسة الحبر الأعظم، وشهادة تقدير من الأستاذ وديع الصافي، ودون كمان اسمك بمعجم القرن العشرين أنك وجه لبنان الأبيض، وحائز على ميدالية ودرع اللواء جميل جورج صلحود. الله يخليك، يعني خجلتيني صراحة، يعني قد ايه نحن بنكبر بهيك أشخاص. بس هيدي كلها من نعم الله طبعا. كل المواهب تعطى من فوق. وكتر خير الله، وانا بشكر انه كان لي فرصة بحياتي وجودي بهالحياة انه يكون لي رسالة. دعوة ورسالة يعني، وخاصة لما اجى قداسة البابا على لبنان وسلمنا الارشاد الرسولي بايده. وبهالمناسبة أنا كتبت جملتين هيك حلوين بحب رددهم بهالمناسبة. بابا روم علينا جاد وسلمنا بإيده الإرشاد، عزز فينا روح السلم وكرس تاريخ الأمجاد. لبنان وطن الأمجاد متواصل في عطاءاته، وهو أكثر من أرض وأكثر من وطن، إنه رسالة محبة وسلام. صح، تسلم هاتم استاذ ياسر. بالبدايه بعرف انه كمان ما ذكرت للمشاهدين انه كان عندك خبره سابقه، كانت احتياط، وممكن هلا رح نفرجي كمان للمشاهدين بعض الصور لحضرتك. صحيح، وافتقدت كمان وجودك بالجيش، كنت كمان تعطي. شوف، في هيدا خدمه الاحتياط انا بدعي كل شاب لبناني وغير لبناني بوطنه يعني انه يعيش اختبار السلك العسكري. لأنه خدمة العلم منا بس واجب، خدمة العلم هي مشاركة في المؤسسة الوطنية، والاطلاع على مناقبية العسكرية والحياة اليومية للجندي وللضابط وللمسؤول وقيادة الأركان وإلى ما هنالك، والتعرف إلى نمط الحياة اللي بيعيشه الجندي في خدمته للوطن. هيني نحكي نظريات، بس حلو كمان انه نعيش الحياة التطبيقية والواقعية حتى نلتمس منا اول شيء نعرف الوطن كيف عيش بوطنه وبخدمة الوطن. وسهران علينا لما نكون نحن عينا غفيان ونايم ومرتاحين ببيوتنا، هو سهران حارس علينا. ومن هون انا كتبت وقت نشيد الارض اللبناني، وقلت فيه هالمقطع حقوله بذكروه: قلبي غافي وعينك سهراني، قلبي غافي وعينك سهراني، عجيال الوطن وأرض العمراني. يعني الجيش، أنا بقول الجيش مش لازم نعطيه صبغة أنه معد بس للحرب. الجيش مهمته الأساسية هو الأمن والحفاظ على الوطن والسلام. يعني الجندي هو جندي سلام وجندي امن وجندي استقرار. مشان هيك نحن بنعيش باستقرار لانه في جيش. صح. بس مش انه في جيش لحتى يكون في اعداء وفي حرب وفي قتل ودم وطار والى ما هنالك وحرب لا تنتهي. مع الاجيال. جيشنا اللبناني الحمد لله جيش سلام. وجيش محبه وجيش وئام. وانا كتبت مقطع كمان بهالموضوع هيدا، قلت فيه
بعدات كتبتي العنوان وعمشيت عليك الأمان بين الرئاسي ورئاسة قيادة الجيش. بعدات كتبتي العنوان وعمشيت عليك الأمان جند مخاول على الصفين مهمتها تحمي لبنان. يعني جند السماوي وجند الأرضي كملناهم بهالعيد لأنه قائد الجيش العماد سليمان كلنا بنعرف ميشيل سليمان قديش هو حريص أيضا على أمن واستقرار وسلام الوطن. نعم. ومن عيد بهالمناسبة تحية خاصة له. أكيد نحن رح يمرق معنا صور أستاذ ياسر عن حضرتك كنت احتياطي بالجيش ومثل ما ذكرت انه كان عندك نشاطات كثير مهمه يعني مش بس يعني كنت عم صحيح كانت هونيك فعلا انا بدي اقول لك بخدمه الاحتياط كانت التحاقي بالجيش بصوره فريده من نوعها. كنت بلشت اشتغل عند بمؤسسه فؤاد سليم سعد. يعني عم بحكيكي انا عام 74. خلينا بس نشوف الصوره يلي حضرتك عم تقرا هون بتصور عندك قصيده عم تلقي قصيده. نعم هون كان في قصيده القيتها وقتها بالمنى صار بعنوان وطني لمن. نعم راح اذكر منها بس سطرين اللي فيها وقتها لبنان لبنان من قمم جبالك إلى فقش موجك إلى ندرة الحقل لبنين متى نرحل وعند سفوح جبالك المنيعة سيقف فكر الملا ليعود فيخشى. فلبنان مرق بمحنة عظيمة وكبيرة جدا من تاريخ الأوطان ومن تاريخه والحمد لله تعافى لبنان بمعية المسؤولين والقادة الواعيين العارفين بأمور السياسي والأمور العسكرية والأمور الاجتماعية والوطنية وقدرنا كلنا سوا نحط إيدينا ببعضنا ونشكر المسؤولين وكبار القادة وعلى رأس فخامة رئيس الجمهورية العماد إيميل لحوت. الله يطول بعمره وما ننسى أنه هو ابن العائلة الكبيرة عائلة الراحل العماد جميل جريس لحوت الذي كان الأول الذي بادر في إرساء المؤسسة العسكرية من ضمن المجموعة اللي كانت عم تتولى إرساء المؤسسة العسكرية هو كان أحد البارزين فيها وكلنا بنعرف القصة أنه رفع العلم اللبناني بعين الصحة سنة 41 ورفض أنه ينزل العلم بعهد الانتداب متحديا الجيوش الانتداب ما رح نقول جيوش الاحتلال جيوش الانتداب لأنه آمن برسالته وأنه لبنان يجب أن يبقى حرا أبيا مستقلا. نعم هون عم نشوف أستاذ ياسر نعم هذا درع أنا هذا شرف كبير لي بأن أمنح درع العماد جميل جريس لحوت الله يرحمه وكمان الميدالية للعماد جميل جريس لحوت بشكر الله وبشكر عائلة اللواء جميل لحوت التي خصتني بهالتكريم هاي. يمكن أشخاص كتير تكرم بيكون لها حق أكيد لأنه مثل حضرتك يعني خدمت إذا مش رح نقول بس خدمت بوجودك بس بالكلمة ولا رح نعرف أكثر وأكثر من خلال إنتاجيتك يلي أصدرت بخلال عيد الجيش صحيح. كمان بعيد الجيش كان إلي وقفي وحبيت أعمل شيء ليبقى مع الزمن مثل بيقولوا والخط يبقى زمانه بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الأرض مدفونة من إحساسي وتقديري لوطني أول شيء واحترامي لوطني محبتي لوطني وتقديري للجيش اللبناني أصدرت ألبوم بعنوان شعبك صامد لحتى ندل قديش نحن كلنا مع الجيش كلنا يد واحدة سهرانين على وطننا الغير لبنان. الألبوم صدر سنة 2003 أو سنة الماضي سنة الماضي كان لنا أول شيء أعمال جهزناها تتبع عن محتي بعد الثاني إلى أن سنة الماضي الحمد لله قدرنا نوفر التمويل اللازم وصدر الألبوم وهلأ موجود. وشو بتتضمن هالكاسات والألبوم؟ هالكاسات بيتضمن كل وجوه الأعمال الوطنية يعني بدءا بعيد الجيش اللي هو نشيد الأرز اللبناني من انتاج تيلي لوميير نشكر تيلي لوميير على كل مش بس بهالانتاج دائما حدنا تيلي لوميير وحد كل انسان بحاجه انه يبرز موهبه او رساله واهتمت تيلي لوميير بانتاج فيديو كليب وسجلنا باستوديو تيلي لوميير
والتوزيع الموسيقي كان للمايسترو فادي جبرايل وغناء صاحبة الصوت الملائكي زميلتنا سناء حداد. نعم أكيد رح نسمع ونشاهد بختام لقائنا مع بتمنى الله هالنشيد بهالمناسبة. نحكي شوي هلأ كان في كمان نعم. أعمال تانية من بعد نشيد الأرض الأمني اللي كان باقودة الأعمال الوطنية. نعم. كتبت وطني موطني. نعم. من غناء الأنسة عبير نعمي. وكتبت كمان عسكر يا عسكرنا. وكتبت كمان شعبك صامت. نعم. وكتبت أراكي بلادي، تغنيت بجمال لبنان مثل عمل أستاذ وديع الصافي، يعني قد ما تغنى بجمال لبنان ما عاد في مطرح نحط كلمات. ويوم وديع الأخرار كان أكبر أمثولي لكل اللبنانيين بأنه نحافظ على نضارة وجمال بلدنا، لأنه الأوطان بشو بتعرف؟ بتعرف بثقافتها وبحضارتها وبعطاءاتها. كان عندك شي ديوان أصدر شي ديوان لبمناسبة الحمد لله في ديوان عم بحضره هلا نيين، راح يكون أول ديوان شعري لإلي. حيضم الأشعار اللي ألفتها وكتبتها، من الأشعار الوطنية، القصائد الوطنية، من الترانيم والأناشيد الروحية، من الأعمال المسرحية وأغاني الطفل، ومن الأعمال الاجتماعية كمان والتربوية مثل نشيد المعلم مثلا، وعيد الأم وعيد الأب وإلى ما هنالك من أعياد وعيد الطفولة. راح يصدر بعنوان إن شاء الله معاق من الجنة. نعم. يمكن عنوان شوي غريب بس بمعني أنا أفضل. نعم. وصله بمعني كثير بتأيد بالمعاني وبالجوهر. نعم. ليه اخترت معاق من الجنة؟ معاق من الجنة نحن نعرف أنه خير لنا أن ندخل الجنة بعين واحدة على أن ندخل الجنة بجسم كامل. نعم. فأنا أفضل أفوت على الجنة بعين واحدة إذا كتب لي النصيب طبعا. نعم. أستاذ ياسر بعرف أنه كتبت بأعياد وطنية كتير. نعم. نحن يمكن شوي عم ركز اليوم على عيد الجيش. أيوة. بعرف كتبت على بعيد الاستقلال بعيد وطنية. أيوة. كتير بالنسبة للأوبريت كمان عندك شيء تحضير؟ هلأ أنا عم نحضر لثلاث أعمال ضخمة. نعم. ربي قوينا وأكيد الله حيجعل الناس في طريقنا تيساعدونا، لأنه هالأعمال هيتي تتطلب كتير من الجهود والجهوزية. نعم. أول شيء بدي أشكر صديق لألي بدي أشكره على هالشيش اليوم وبدي أعيده بهالعيد، صديق الحميم لألي زميلي الفنان بسام دكاش. نعم. اللي كان له أول إطلالي لألي بالعالم الفني ولجأت لألو بأول عمل لألي، وكان نشيد المعلم اللي هو أول نشيد يكتب للمعلم. نعم. فلما سمع هالعمل اتبناه هو، وهيك ابتدت رحلتي الفنية مع الصديق والإنسان المرهف الإحساس والمشاعر، بفتكر كلنا بنعرفه. صح. الأستاذ بسام دكاش قديش له من عطاءات وقديش هو أخ ومحب. نعم. وتفادت الإنتاجات وإلى ما هنالك، وطبعا تعرفت على الكثير من الفنانين والمؤلفين والموزعين، ومنهم المايسترو فادي جبرايل والاستاذ جوزيف مراد والى ما هنالك، والاستاذ احسان المنصير كمان. نعم. بشكره. اذا بدي اشكر الكل ما بعوض بخلص، بس بدي اقول انه هو دائما عمل لحتى ينجح. نعم. اكيد في اكيد بده يكون في تنويع. نعم. بده يكون في غنى وبده يكون في كمان مشاركه من اشخاص ثانيين، كل واحد يحط اللون والموهبه اللي عنده. نعم. تيظهر العمل باجمل وجه طبيعي. صحيح. في في هلا نيه عمل بالأونسكو إن شاء الله راح يكون بخمسة أيلول مع الشاب والفنان. نعم. المطرب الأوبرالي جابرييل عبد النور. نعم. اللي يمكن هو من أحد كبار المغنيين الأوبراليين اللي عمل مع كثير من الفنانين الغربيين والأوروبيين، وكان له ريسيتالات كتير برا، وهلأ أني حب أنه يعمل عمل أوبرالي باللغة اللبنانية. حلو. باللغة العربية يعني. وكانت الست ماجدة هي الحافز أول اللي وجهته لها الفكرة لما حضرت رسيتاله بالأونسكو، وفعلا تبنى هالفكرة وأخذ نصوص للأستاذ الكبير المبدع جبران خليل جبران وبعض الشعراء الكبار ومع الأستاذ إلي شويري وبعض الفنانين ولألي كمان،
وإن شاء الله العمل بيكون على قد المستوى الفني المطلوب.